هدف لواحد. البداية لم تكن طيبة لأصحاب الضيافة، حيث أقصى حكم المباراة اللاعب ماوريتسيو بالورقة الحمراء منذ الدقيقة السادسة. ورغم النقص العددي إلا أن لاتسيو لعب بحنكة كبيرة وخالف التوقعات ليسجل أليساندرو ماتريا الهدف الأول في الدقيقة 28. ومع حلول الدقيقة 54 مرر ماتري كرة جميلة إلى زميله فيليبي أندرسون الذي وجد نفسه في المكان المناسب ليبصم على الهدف الثاني للاتسيو، لكن الضيوف تمكنوا من تذليل الفارق حين سجل ألكسندر سودرلاند هدف روزنبرغ الوحيد في الدقيقة 69. بعدها تمكن كاندرييفا من التوقيع على الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 79 بعد ارتداد الكرة من حارس المرمى الذي تصدى في مناسبة أولى لركلة الجزاء.